السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام في كل مكان وزمان، وخاصة طلاب الصف الأول الإعدادي بريب 1. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في يونت 3 الوحدة الثالثة اللي هي بعنوان Different People، ناس مختلفين. ولو عايزين نشوف الدروس اللي قبل كده بالترتيب هنلاقيها في قائمة التشغيل الخاصة بالصف الأول الإعدادي، هنلاقي الدروس مرتبة من أول درس إلى درس اليوم إن شاء الله. اهلا بيكم مرة تانية، ولكل الناس المهتمين بالطبخ في قناة اسمها قناة اكلة هنية مع منى، هتلاقوا الرابط بتاعها في اسفل الفيديو في اول تعليق على الفيديو ده. ياريت نروح القناة ديت ونشارك فيها، هنلاقي فيها حاجات جميلة. Lessons 1 and 2 درسين الاول والتاني من الوحدة التالتة، نقرأ الكلمات مع بعض. اول كلمة easy، easy بمعنى سهل، easy for سهل لي، easy for easy for سهل لي. عكسها طبعا difficult، difficult صعب. famous famous مشهور، famous مشهور. look like يشبه، look like look like يشبه، الباس من look looked، look like يشبه. وبعد كده يا شباب هنتعرف على hair styles او hair types، انماط او انواع الشعر، منها blonde hair، blonde hair كلمة hair بمعنى شعر، hair blonde hair شعر اشقر الاصفر ده، curly hair، curly hair curly hair الشعر المقعد، dark hair، dark hair شعر الداكن، dark hair، long hair، long hair شعر طويل، long hair، short hair، short hair شعر قصير، straight، straight hair، straight hair شعر مستقيم، عكسها طبعا curly، curly عكسها straight، straight IGH حروف صامتة silent letters، straight hair يعني شعر مستقيم. face features ملامح الوجه، beard، beard لحية، beard لحية اللي بتكون عند الرجال، beard، beard mustache، mustache اللي هو شارب الشنب يعني mustache، mustache mustache اللي هو شارب، glasses، glasses نظر. arm، arm ذراع، fan معجب او مشجع او مروحة هنا بمعنى معجب، score يحرز يسجل هدف او جول يعني، score ده فعل ماضيه scored سجل او احرز، big smile، big smile smile يبتسم او ابتسامة، big صفة بمعنى كبير، big smile ابتسامة كبيرة، goal، goal goal هدف، goal هدف، score goals يسجل أهداف، يسجل أهداف، score goals يسجل أهداف، sports star، sports star، sports star نجم رياضي، sports star مش sports star لا sports star، sports star، sports رياضة منها basketball، basketball السلة، football كرة القدم، football، running، running الجري، squash، squash squash تنس كرة التنس، فولي بول كرة الطائرة، فولي بول، فولي مش فولي، فولي بول، فولي بول كرة الطائرة. كلمات تانية ant نملة، ant baby bird طائر صغير، baby bird carry يحمل، carry carry الماضي منه carried حمل، الواي نحذفها نحط بدلها اي اي دي، carry يحمل، carried حمل ده الماضي منه. سنتيمتر، سنتيمتر، سنتيمتر اختصارها سي ام يعني سنتيمتر، how tall كم طول، how tall كم طول، how tall كم طول، how tall كم طول ركب على بعضها، how tall كم طول. insect، insect حشرة، Italian كلمة Italy، Italy الدولة البلد إيطاليا، لكن الجنسية أو اللغة Italian، Italian اللغة الإيطالية والجنسية إيطالية، هي Italy، Italy I capital طبعا Italy، إيطاليا. meter، meter متر، meter. nicely كلمة nice لطيف، nice لطيف، nicely بشكل لطيف، nicely، nicely بشكل لطيف. normal، normal عادي أو طبيعي عكسها abnormal غير عادي. people، people ناس، people
people مش people. people ناس مفردها person. إما أنا person, person هو شخص. person people. person شخص أهو. plane طائرة. plane نفرق بين plane طائرة و plan خطة أو يخطط و plane سادة حاجة سادة و plant زرع أو نبات و planet كوكب. present present هدية present هدية. في كلمة present يقدم شخص أو المضارع. هنا present هدية present هنا الاستريس على الاس هدية. the Cairo tower the Cairo tower برج القاهرة. السي كابيتال والتي كابيتال عشان ده مكان معروف. prepositions حروف الجر at home كلمة home قبلها حرف الجر at home في المنزل at home. pick up pick up يلتقط أو يقطف pick up أو pick up. المعلم هنا picked. play for يلعب بصالح. play for الأهلي يلعب بصالح النادي الأهلي. short for a footballer قصير بالنسبة للاعب كرة قدم شخص قصير على أنه يلعب كرة قدم. language expressions تعبيرات لغوية منها known as be له am is are known as يعرف ك يعرف ب كذا. give يعطي give money يعطي مالا give money يعطي فلوس. go at لما اتكلم عن صورة الشيء سرعة العربية أو القطار أو أي كان أقول go at go at يسير بسرعة كذا. jump high jump high يقفز عاليا jump high. play a sport يلعب رياضة معينة. play video games play video games يلعب ألعاب فيديو. score a goal score a goal يحرز هدف يسجل هدف score a goal. talk to fans talk يتحدث to fans مع المعجبين talk to fans. watch films watch films watch films يشاهد أفلام. words and opposites يعني الكلمة وعكسها. fast سريع عكسها slow بطيء fast slow. poor rich poor rich فقير غني. tall أو long طويل الاثنين معهم طويل عكسهم short قصير short. funny مضحك أو مرح. unfunny غير مضحك funny unfunny. kind شخص لطيف طيب kind kind. وكلمة kind لها معنى تاني نوع نوع معنى kind هذا معنى طيب أو عطوف كصفة عكسها unkind غير طيب غير عطوف قاسي unkind. friendly ودود عكسها unfriendly غير ودود. strong قوي strong strong عكسها weak ضعيف. big small كبير وصغير. بعد كده نتعرف على ال conjugations of irregular verbs تصريف الأفعال الغير منتظمة تصريف الأفعال الغير منتظم منها build ده فعل غير منتظم معنى يبني فعل irregular فعل غير منتظم عشان المضم انه build 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 يبني بنى. fly flow flown fly flow flown يطير طارة. give give given give give given give يعطي اعطى give given ده الباست بارتيسيب التصريف الثالث مهم جدا نحفظ تصريف الافعال دي. win يفوز او يكسب win 1-1 win 1-1. بعد كده confusing words الكلمات اللي متشابهة في الحروف او النطق لكن المعنى طبعا مختلف. quite quiet quite الى حد ما لكن quiet هادئ. fan van fan مشجع van شاحنة. star stare star نجم stare يحملك يبحلق يعني stare. poor 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 فقير poor يصب او يسكب. هنا بيعرفك الفرق بين tall و long. tall رأسي يعني شيء واقف كده اما long طويل افقي نايم. يبقى tall و long الاثنين معناهم ايه اذا tall و long الاثنين معناهم طويل نفس المعنى لكن tall رأسي بشكل رأسي long بشكل افقي. my brother is tall اخي يكون طويل. she has got long hair هي عندها شعر طويل. enjoy معنى هيستمتع به enjoy verb معنى هيستمتع به بعدين الفعل في ing يبقى اي فعل هيجي بعد enjoy هيكون في ing. he enjoys watching I enjoy playing. reading text نقرأ النص ده بيتكلم طبعا عن محمد صلاح. what do you know about محمد صلاح ماذا تعرف عن محمد صلاح. محمد صلاح is my favorite sports star محمد صلاح النجم الرياضي المفضل لدي. he plays football for a very good team in Europe هو يلعب كرة قدم لصالح
نادي جيد جدا في أوروبا. He played for Egypt. يلعب لصالح مصر أيضا. He is very good at scoring goals. هو يكون جيد في تسجيل الأهداف. يبقى good at بدل فعل في ing. He is a fast runner. He يعود على محمد صلاح. He is a fast runner. عداء سريع يعني شخص بيجري بسرعة. محمد صلاح has usually got a big smile. He has هو عنده عادة لديه a big smile ابتسامة كبيرة. He is quite short for a footballer. هو يكون قصير إلى حد ما على إنه يلعب كرة قدم. He is 1.75 meters tall. يعني طوله حوالي 1.75 سنتي. In this photo في هذه الصورة محمد صلاح has got dark curly hair. هنا بيوصف لك محمد صلاح بيوصف شكله بيقول لك عنده has got معنى عنده شعر مجعد داكن and a beard ولحية. He is a kind person. He is a kind person. هو شخص طيب. He gives money to build schools and hospitals in Egypt. هو يعطي هو محمد صلاح بيدي أموال فلوس لبناء المدارس والمستشفيات في مصر. He also gives money to poor people. هو أيضا يعطي أموالا للفقراء. He is very friendly. هو يكون شخص ودود جدا ودود جدا. And he always talks to his fans. هو دائما يتحدث مع مشجعينه. He has not got much time for hobbies. He has not يعني مش عنده ما عندوش ليس لديه وقتا كافيا for hobbies لقضاء هواياته. But when he is at home لكنه عندما يكون في المنزل he enjoys playing video games. هو يستمتع بلعب ألعاب فيديو and watching films ومشاهدة الأفلام. Vocab exercises تدريبات على الكلمات. Number one, he wears his space to see better. Wear بمعنى يرتدي عشان لكي يرى أفضل. الشيء الخاص بي عشان أشوف أحسن. ألبس hat, trousers, glasses, shirt. أيوة glasses. Number two, محمد صلاح is a famous sports around the world. محمد صلاح هو نجم رياضي. نجم رياضي اللي هو star. Number three, famous football teams have a lot of. فرق كرة قدم المشهورة عندها الكثير من ايه؟ They encourage players بيشجعوا اللاعبين يعني بيقولك المشجعين اللي هما الفانز. Number four, my sister has got straight hair. اختي يعني لديها شعر طويل. But my mother has قلنا straight عكسها curly. Number five, our teacher has got short. مدرسنا عنده short and hair. Unkind hair, blonde hair, slow hair, cold hair. احنا قلنا الصفات الخاصة بالشعر cold, slow, blonde, unkind. ايوه blonde hair. هي بتكلم عن المس مدرسة. All people usually have white. الكبار في السن الناس الكبيرة دائما عندهم ايه ابيض. عندهم games ولا birds, film stars. عندهم birds يعني لوحة لحة بيضاء. Number seven, each football consists of 11 players. Consists يعني يحتوي على كل ايه يحتوي على 11 لاعب. كل فريق كرة قدم. فريق بمعنى goal, team, group, fan. Team. Number eight, رمضان صبحي اللاعب المعروف plays الاهلي team. احنا قلنا يلعب لنادي معين play for. Number nine, players should. اللاعبين ينبغي عليهم the most goals to win the match. goal اهداف يعني قصدي يقول لك يسجل اهداف. اما يسجل score goals. number 10, a plane is very الطائرة تكون كذا سريعة tall, long, weak, fast. طويلة ضعيفة سريعة. من غير ما اكمل الطائرة تكون سريعة. how is the Cairo tower. انا بيتكلم عن طول البرج. طول بمعنى long, tall, many, much. how long او how tall الاثنين معناهم كم طول. لكن بتكلم على البرج اللي بيكون كده بشكل رأسي يبقى how tall. number 12, my uncle is rich and helps poor people. عمي يكون غني ويساعد الفقراء. he is very unkind, kind, impolite, bad. الشخص اللي بيساعد الفقراء بنسميه طيب او عطوف kind. number 13, my father has got a أبي عنده beard, dark hair,
glasses curl hair. ينفع أقول أبي عنده لحية شعر داكن نظارة شعر كيرل مقعد. قبل نقط فيه الأداة A بعدها مفرد، بعدها مفرد. هنا فين المفرد؟ بيرد هو اللحية، لكن ديت هير ملهاش مفرد، هير ملهاش مفرد سواء كيرلي أو دارك. جلاسز نظارة في العربي مفرد، لكن في الإنجليش جامع عشان ليها فردتين. الجرامر بتكلم عن هاف وهاز جوت. هاف وهاز جوت بمعنى يمتلك أو لديه أو عنده. هاف جوت هاز جوت، هنا نركز في جوت بالأو مش بالإي. هاف جوت هاز جوت. هاف جوت نفيها هافنت يعني مش عنده، هاز جوت نفيها هازنت يعني برضه مش عنده. هاف جوت لما يكون الجملة أولها I أو you أو they أو we. I have got, you have got, they have got, we have got أو أي اسم جمع have got أو طبعا haven't في النفي. أما has got أو has got قبلها he أو she أو it. He has got أو he hasn't. She has got أو she hasn't. It has got أو it hasn't got. إذن have got أو has got حسب الفعل اللي في أول الجملة. I, you, they, we أو اسم جمع بعدهم have أو haven't وطبعا got. He و she و it أو اسم مفرد بعدهم has أو hasn't وبعدين وطبعا got. He, she, it أو أي اسم مفرد بعدهم has got أو hasn't got. For example, I have got short curly hair. أنا لدي شعر مقعد قصير. They have got glasses. عندهم نظارات. They haven't got curly hair. ما عندهمش، ليس لديهم شعر مقعد. هنا haven't و have و have قبلهم I و they أو أي فعل من دولت. أما has got في المثال مازن هو هي. هي بعدها has got قلنا هي أو اسم مفرد. هي has got a bike عنده دراجة. she هنا apostrophe s يا إما is أو has أو اسم ملكية. هنا في apostrophe s بعد she. apostrophe s يا إما تكون is أو has أو اسم ملكية. هنا بعدها got. got يبقى هنا apostrophe s يعني has. she has got blonde hair عندها شعر أشقر. my dad اللي هو هي. he hasn't. my dad hasn't أو he hasn't. my dad hasn't got a mustache. أبي ليس لديه شارب أو شنب يعني. ملحوظة مهمة جدا، يمكن أن نستخدم ظروف التكرار. طب الأول مين هم ظروف التكرار دولت؟ always, usually, sometimes, never, often. تمام، دولت مهمين ظروف التكرار. ظروف التكرار بيجوا بعد have و has في الجملة. محمد صلاح has usually got a big smile. محمد صلاح has usually got a big smile. محمد صلاح عادة عنده لديه ابتسامة كبيرة. إما usually أو always أو sometimes أو never أو often بدل usually. أهم حاجة الحاجات دي بعد مين؟ بعد have و has في الجملة. السؤال بمعنى هل لديه، هل معه، هل عنده، اللي يكون إجابته yes أو no. أقول هل معه أستخدم have أو has في الأول. Have you got هل لديك، have I got هل أنا عندي، have they got أو have we got أو have أي اسم جمع got. أما has برضو بعدها هي أو she أو it أو اسم مفرد و got. Has she got هل لديها a car عربية. Has he got a bike هل لديه دراجة. الإجابة yes أو no. Yes أو إيه أو no. Yes أو no. مع yes have أو has، مع no haven't أو hasn't. أما السؤال بأداة استفهام، أول حاجة في السؤال نستخدم كلمة استفهام what أو where أو how أو أيا كان، وبعدين have أو has، وبعدين الفعل، وبعدين got. What has your sister got؟ أختك ماذا لديها؟ معها إيه؟ هنا has بعد كلمة استفهام أهي اللي هي what، has أو have، وبعدين الفعل، وبعدين got. لازم هنا got عشان في have و has. She has got a bike عندها دراجة. هنا how many، دايما how many شباب بعدها اسم معدود وجمع، دايما how many بعدها اسم معدود وجمع في اس الجمع. how many brothers have you got، how many brothers has she got. يبقى كلمة how many كلمة استفهام how many بعدها اسم جمع، وبعدين have أو has حسب الفعل، وبعدين got. في الإجابة طبعا يو هتكون I، تبقى I have got two أو three brothers. number two can أو can't، كان يستطيع وكانت لا يستطيع. سواء كان أو كانت الاثنين بعدهم الفعل في المصدر، يعني الفعل بدون أي إضافات، يعني أصل الفعل. هنا give يعطي بدون أي إضافات. read يقرأ. pick يلتقط أو يقطف. swim من غير أي إضافات. we use can نستخدم can to say what we are able to do عشان نتكلم عن الحاجات اللي نقدر نعملها. we can give money to help people
We can give money to help poor people. يمكننا إعطاء نقودا لمساعدة الناس الفقراء. I can read English books. I can read. أستطيع أن أقرأ كتب إنجليزية. أما مع can't, we use can't أو cannot to say what we are not able to do. لكي نعبر عن أشياء إحنا ما نقدرش نعملها. لا نستطيع فعلها. I can't pick up that box. لا أستطيع التقاط ذلك الصندوق. My arms are weak. ذراعي ضعفاء. I can't swim well. لا أستطيع السباحة بشكل جيد. يبقى كان يستطيع بعدها المصدر وكانت لا يستطيع بعدها الفعل في المصدر. أما كان في الأول بشكل ده السي كابيتال بمعنى هل يستطيع أو هل تستطيع. كان في الأول بشكل ده بمعنى هل تستطيع أو هل يستطيع. بعدين الفاعل هو هي أو شي أو إت. كان بعدها الفاعل وبرضه بعدها الفعل في المصدر بدون أي إضافات. Can you play the drums؟ هل تستطيع أن تعزف على الطبل؟ Yes I can or no I can't. Can Iman play chess؟ هل إيمان تستطيع أن تلعب شطرنج؟ الإجابة Yes she can or no she can't. لاحظ إنه I can والمصدر يعني مثلا I أو she أو he أو أيا كان الفعل وبعدين can والمصدر أيا كان الفعل في المصدر حيساوي الفاعل نفس الفعل وبعدين am أو is أو are أو able to. able to قادر على يعني am و is و are able to حتساوي can. حيساوي ايه؟ can. can بمعنى am أو is أو are أو able to. يعني مثلا هقول she can ride a bike. she can ride a bike هي تستطيع أن تركب الدراجة. ممكن أحذف can وأجيب بدل can am أو is أو are حسب الفعل. هنا سارة تبقى سارة is وبعدين able to وبعدين برضو الفعل في المصدر. سارة is able to ride a bike. أسئلة على grammar. Choose. My best friend got short dark hair. طالما got يبقى have أو has. Got has got أو have got حسب الفعل. هنا الفعل best friend اللي هو المفرد. مفرد بعدي has ولا have. أيوة هقول has. Number two. The twin brothers التوأم in my class في فصلي. Brown eyes عيون بنية يعني عندهم الاثنين يعني الجامعة. هقول have hasn't have got. طبعا هقول have got عشان الاثنين هنا جمع. Number three. Have you got long hair؟ هنا have you got هل لديك هل عندك شعر طويل؟ No I short hair. طالما no و I تبقى haven't. No إما haven't أو hasn't الفعل I تبقى haven't. Number four. My father is very busy. أبي يكون مشغول جدا. He take many holidays. الشخص المشغول ده باستطاعته ياخد اجازات كتيرة ولا مش هيستطيع او مش هيقدر؟ مش هيقدر. he can't لا يستطيع. number 5 we can money to help the poor نحن نستطيع نقودا للفقراء. giving to give احنا قلنا كذا مرة انه كان بعدها الفعل في المصدر يعني اصل الفعل. to give giving give اصلهم كلهم give يعطي. number 6 At school في المدرسة you talk to your friends at break تتكلم مع أصحابك في البريك. في البريك يعني يمكنك تقدر can. number 7 can you phone me at 6 PM هل يمكنك الاتصال بي الساعة 6؟ no طالما no هقول طبعا can't عشان هنا can هقول can't. no didn't صح doesn't صح can't صح لكن سؤال في can هقول can't. My brother is very young. أخويا يكون صغير جدا. He not got a bird. هنا bird يعني لحية. قصدي أقول لك هو ما عندوش لحية. ما عندوش. Hasn't ليس لديه. هنا قصدي أقول لك ليس لديه ما عندوش. يبقى هقول hasn't المفروض. لكن هنا عشان في not ما ينفعش hasn't not مع بعض. هقول has no أو has not. My uncle got a son. or a daughter. عمي got هنا got إما has أو hasn't أو have أو haven't. عمي هو مفرد يبقى has أو hasn't عنده أو ما عندوش. هنا got a son or daughter ابن ولا ابنة لده ولا ده يبقى hasn't. أما لو قال لك هنا and يبقى هقول إيه has يعني عمي عنده
ابن وابنة، لكن or بمعنى النفي يبقى hasn't. Number 10 drive a car، سوق عربية. drive a car ده سؤال، ده سؤال، سؤال بهل طبعا. في السؤال بهل هنقول كان في الأول، كان هي ولا كان بس، لازم كان بعدها فاعل هي أو she أو it، يبقى كان هي أو كان هي. Number 2 read and correct، اقرأ وصحح. Ali have got lots of books. طيب have got يمتلك أو عنده، كده بالعربي صحيح، لكن بالإنجليش لا. ليه لا؟ عشان هنا علي اللي هو هي، وإحنا قلنا هي أو اسم مفرد بعديه has مش have، has got. أحمد and I has got، has got معنى يمتلك أو عنده، لكن هقول has got صح لو أحمد بس هنا، لكن أحمد وأنا اللي هو we إحنا، we بعدها have got مش has got، have. Number 3 she can jump very high، من غير is jump بس. He is strong، هو قوي. He can't use his arm، هو لا يمكنه استخدام ذراعي. هو قوي يبقى هو يقدر، هقول can. Can't هتكون صحيحة لو قال لك هنا weak، لو هو ضعيف يبقى he can't هيكون صحيحة. Have you got a brother، هل لديك أخ؟ هقول في الإجابة yes أو no، ونعكس yes I have أو no I haven't، هقول yes I have بس. عمر is busy، عمر مشغول جدا، عمر is busy so he can't play football now، لذلك هو يقدر يلعب كرة دلوقتي. مشغول يبقى can't لا يستطيع. General exercise تدريبات عامة على lessons 1 and 2. Number 1 complete the following dialogue، نكمل الديالوج ده بين رامي وتامر. رامي بيقول good morning how are you، صباح الخير كيف حالك يا تامر. good morning I'm fine thanks، صباح الخير انا بخير شكرا. هنا رامي بيسأل سؤال بيقول who is your favorite not، من هو يكون المفضل عندك. الإجابة هي is Trezeguet. Trezeguet لاعب رياضي معين، لاعب رياضي مشهور، يبقى هقول ايه who is your favorite sports star، sports star من النجم الرياضي المفضل عندك. قال له تريزيجيه. what sport، what sport does he، يعني ما الرياضة التي هو يلعبها. هتكون بص هنا هي نقط، الإجابة هي plays هو يلعب. إذن في السؤال هقول play بس عشان does موجودة في السؤال، does بعدها الفعل في المصدر. what sport does he play، ما الرياضة التي يلعبها. الإجابة قال له he plays football for Aston Villa، يلعب كرة قدم. what does he look not، عشان أسأل عن شكل إنسان أو شكل واحد أقول what does he look like، أخذناه في أول كلمة في أول كلمات. he has got dark straight، هنا بتكلم عن شعر، dark straight hair. does he not goals، هل هو هنا في فعل معين عايزين فعل يناسب مع كلمة goals أهداف، goals أهداف يعني يحرز يجيب هدف أو أهداف. في الإجابة بيقولوا إيه؟ yes he scores a lot of goals، نعم هو يحرز الكثير من الأهداف. يبقى قاله في الإجابة، قاله في سؤال، إذا في السؤال هقول does he score بس، score طلمش scores عشان هنا في does. choose my grandfather has got a big on his mouth، جدي لديه إيه كبير على فمه. beard hair ear mustache، أيوة مصر اللي هو شنب او شارب. number 2 my grandfather cannot see well، جدي لا يمكنه الرؤية بشكل جيد، جدي مش بيقدر يشوف حلو. he needs to wear هو يريد ان يلبس glasses. محمد صلاح is an Egyptian not star، he is very famous مشهور جدا. sports star a sports قلنا نجم رياضي، sports هنا دي صفة، sports star نجم رياضي، ممكن اقول sports man رجل رياضي، sports club نادي رياضي، sports school مدرسة رياضية. اذا كلمة رياضي كصفة بمعنى ايه sports. before the space waved to the sports star، wave ان يشاور يلوح كده، مين اللي بيشاور النجم الرياضي؟ goals features fans balls، ايوه fans المشجعين. number 5 محمد صلاح a lot of goals، الكثير من الأهداف، كلمة goals يعني أهداف، قبلها الفعل يسجل يحرز بمعنى scores. number 6 أحمد has got a big، he is very friendly، هو ودود جدا، عشان عنده إيه؟ عنده big smell big smile big smoke small،
عنده ابتسامة كبيرة سمايل. آخر جملة in a football match في ماتش كرة القدم there are two teams times players matches. في أي ماتش كرة قدم بيكون فيه فريقين، إما أنا فريق teams. أحمد and سالم got، طالما got يبقى في have أو has مع الجمع، دول جمع هقول إيه have got. has your father قلنا has أو have بعدهم got. you can't قلنا can أو can't بعدهم فعل في المصدر بدون أي إضافات. lived living lives live كلهم أصلهم live يعيش. read and correct اقرأ وصحح. all my brothers and sisters has got، احنا قلنا got قبلها has أو have حسب الفعل، هنا الفعل جمع هقول have بدل has. does he got هنا got نفس الكلام قبلها have أو has، مع شيء أقول has. has she got هل هي لديها. I can't picking قلنا can و can't بعدهم الفعل في المصدر، picking أصله pick يقطف. can you give money to help the poor هنا can you ده سؤال، هنا في استفهام يبقى هقول you can you can يمكنك. number 4 السؤال الصعب جدا في الامتحان write a paragraph of 80 words on a sports star، اكتب paragraph من 80 كلمة على النجم الرياضي المفضل عندك. نكتب الجمل ونرجع تاني. الباراجراف اهو يا شباب عن سبورت ستار من حوالي اكتر من 80 كلمة، لكن بيهمنا اكتر احنا انه الباراجراف يكون مترتب ترتيب الافكار ويكون مكتوب بخط كويس، خط يتقرا وبعلامات الترقيم الصحيحة والجرامر الصحيح والعدم وطبعا تجنب الاخطاء الاملائية. اول جملة I like sports very much هنا بدأت تتكلم عن الرياضة بشكل عام. I like sports very much احب الرياضة كثيرا. doing sports القيام بالرياضة واداء الرياضة is very useful مفيد جدا. there are many sports stars in Egypt يوجد العديد من النجوم الرياضيين في مصر. my favorite one يعني هنا one النجم الرياضي، النجم الرياضي المفضل لدي is محمد صلاح، محمد صلاح. I like him very much احبه كثيرا. He is a top footballer in Africa. هو يكون أفضل لاعب في أفريقيا. top يعني best. He plays for Liverpool and Egypt. هو يلعب بصالح نادي ليفربول ومصر. He is quite short to be a footballer. هو قصير إلى حد ما لكي يكون لاعب كرة قدم. He has usually got. has usually got لديه أو عنده a big smile. He is a kind man. هو رجل طيب. He gives money to build hospitals and schools. هو يعطي الأموال لبناء المستشفيات والمدارس. He helps poor people. هو يساعد الفقراء أيضا. He is a fast runner. هنا fast runner يعني عداء، يعني بيجري بسرعة. He can score a lot of goals. هو يمكنه تسجيل الكثير من الأهداف. We are proud of him. نحن نكون فخورين به. هنا proud of دي حرف الإف ده. نحن فخورين به. I want أو I like. I want to be أو I like to be. I want to be a footballer like محمد صلاح. أحب أن أكون لاعب كرة قدم زي محمد صلاح أو مثل محمد صلاح. ده الباراجراف بتاعنا وده الدرسين الأول والتاني من الوحدة التالتة. أتمنى نكون فهمنا الدرس. ما تنساش نعمل لايك على الفيديو، سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس وشير مع الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. باي.